الستينيات، فاخترت لكم منها بعض المقاطع. وقبل ما نشوفها بس أبي أقول لكم إن من أعد هالبرنامج هي ليلى رستم، واللي أخرجه نقولة أبو سماح. ساعة بقرب الحبيب أحلى أمل في الحياة. سمعنا أخبار في الجرايد وبعدين سمعناك في الإذاعة بتقول إنك مريض جدا وإنك كنت في حالة خطرة، وكلام الحقيقة أزعجنا جدا جدا، ولذا نحب نعرف إزاي صحتك. والله في الواقع أنا تعبان، يعني لو قلت غير كده ببقى ما بقولش الحقيقة. تعبي جاي من المجهود اللي بذلته طول حياتي الفنية والمصاعب اللي بيشوفها كل فنان مجتهد. جالي تضخم في القلب نتيجة الأعمال المرهقة واستمراري. تضخم ده جالك امتى يا استاذ فريد؟ من عدة سنين. انا جالي جلطة، يعني انسداد في الشرايين 3 مرات. وطبعا انسداد الشرايين يعني القلب ما بيجيلوش دم كفاية، ففي 3 عروق رئيسية اللي بيوصلوا دم للقلب مسدودين. فدلوقتي القلب طبعا يبقى شغله، اما هو زي الموتور بتاع الاوتومبيل، شغله الدم مش كفاية، فبيتعب الكبد وياه بيتعب حاجات تانية، فالكبد كمان عندي تعب. فتلاقيني حالتي يعني ما اقدرش لا اغني، ومش مسموح لي اولا اني اغني ولا اعزف عود ولا اعمل اي مجهود، لانه ده بيتعبني وفعلا باحساسي، وانت عارفه انا بقى اغني واضرب فبتعب اكتر. فعشان كده قالوا لي لازم ترتاح على الاقل سنه، فانا بقضي فتره النقاهه اللي هي الراحه اللي امروني بها الاطباء، ولما ان شاء الله استعيد صحتي والاقي نفسي كويس هرجع لجمهوري وفني، لان انا ما اقدرش اعيش من غير فني وما اقدرش اعيش من غير جمهوري. ليه تفكر في الهموم وانت في ساعة النعيم؟ ده الهنا وقت وصير، ده الهنا وقت وصير، عمره من عمر الزهور. الملاحظ ان العود بدأ ينقرض من تحت الشكل بكل أسف. بمعنى ايه؟ انه ممكن الواحد يعزف عود ولكن ممكن يستغنى عنه ويدي للحن حقه برضه. نعم. فيا ترى انت بما انك يعني من اكبر عازف العود عندنا في الشرق، وما ننساش ابدا الحقيقه العزف المنفرد اللي كنت بتمتعنا بيه في بدء اعمالك الموسيقيه او بعض الاعمال. شكرك يا فندم. مش شايف حل ان احنا ننقذ العود من الانقراض؟ عشان تنقذ العود لازم تجدي العازفين. ما هو الفن عباره عن ايه؟ عن اله وعازف. إذا وجدت الآلة ولم يوجد العازف فليس للآلة أي أهمية. فالمفروض أن العود آلة شرقية صميمة بحتة وجميلة، بس اللي بيضربوا على العود بكل أسف فيه، أنا ما بقولش يعني مش بقول عشان خاطر يعني أموت النفوس والطموح اللي في قلوب بعض العوادين، لا، بس بكل أسف قليل جدا اللي بيعرفوا يستعملوا ويستغلوا العود كآلة شرقية. ممكن نطورها كمان وممكن نخليها تعزف أشياء غربية. أنا مثلا عزفت قطعة كلاسيكية يعني إسبانيولية في مقدمة حكاية غرامي، أغنية حكاية غرامي، وعملت كونسيرتو على العود. ده بيعمله جيتار وبيانو، فأنا قدرت أعمله على العود، فده دليل على أن العود ممكن نستغله حتى في الكونسيرت في الحاجات الغربية. بس بكل أسف زي ما قلت لحضرتك أن بتمنى أن ربنا يخلق مواهب جديدة عشان هذه الآلة لا تنقرض، لأنه بانقراض العود أي انقرض جزء كبير وآلة أساسية في النغمات الشرقية والفن الشرقي الأصيل. الفرنسي فن من التراث الشعبي لدى قبائل شرق شبه الجزيرة العربية وخاصة القبائل في الكويت، وله لحن خاص يشترك به أهل البادية في المناسبات والأفراح، وكان يستخدم قديما في الحروب لبعث الحماس والشجاعة للفرسان. فاخترت لكم من الفن الكويتي الشعبي فرنسي بعنوان وعذاب اللي